السلام عليكم المتتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، عواشركم مبروكه، الله يخرج علينا ان شاء الله هذا رمضان بالصحه والسلامه يا المتتبعين. ان شاء الله ما بقى فيه والو، واليوم ان شاء الله المتتبعين ديالي فيديو جديد ونهار جديد مع اختكم مليكه، كيما عودت لكم الفيديوهات. المهم المتتبعين ديالي، بزاف ديال البنات طالبين مني، قالوا لي الحلوه اللي درتيها مليكه في هذا العيد شاركيها معنا، خي وليني شي حلوه راه دازت دابا نشاركها معكم. واجده ما لقيت لي صورني، نسيمه راه قريه، ريتاش قريه وما كنلقاش لي صورني، صافي ما كنصورهاش. واليوم ان شاء الله نشارك مع البنات، اول حاجه نشارك معهم الفقاس ان شاء الله يا ربي كينجح 100%، كيجي ناجح 100%. الا تبعتوا الطريقه ديالي البنات، تبعوا الطريقه ديالي من الاول حتى الاخير ان شاء الله، وغينجح لكم الفقاس ويعجبكم بزاف، وما عمركم تستغناو على الفقاس ديالي. جربتوا الطريقه ديالي والمقادير ديالي المتتبعين ديالي العزاز، وشكرا لكم على التعليق ديالكم الزوينه، شكرا لكم يا اغلى متتبعين ديالي، راكم عزاز وغاليين، شكرا لكم وخرقي نشكركم من هنا حتى لغدا، راكم في القلب والله العظيم الا راكم في القلب بالتعليق ديالكم الزوينه، شكرا لكم يا اغلى متتبعين ديالكم ولي لايك ديالكم. المهم على كلشي المتتبعين ديالي، وسمحوا لي واخا وليت كنعطي غير الناس ما كتسجد لكم التصوير شويه الفطور في الدار، بالحكم انا صافي بديت الخدمه، نيت ما غير كملت الخدمه الشباكيه وبديت الحلوه ديال العيد، عاوتاني صحاب اوروبا كيبغيو الخدمه ديالهم توصلهم قبل العيد، داكشي باش ما كنساليش نصور معكم يا اغلى متتبعين. ودابا ان شاء الله اليوم غنشارك معكم الفقاس اللي كينجح 100%، وغندوزو ان شاء الله المقادير وتفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخير، وما يلا بقاو معايا المتتبعين. دابا غادي نعجنوا الفقاس، انا غندير بالكثره ولاني غندير معكم عجينه وحده باش البنات يعرفوا اش غيديروا في عجينه وحده. عندي عجينه وحده غندير فيها 8 البيضات، بسم الله غنبداو من البيض اللي مغسول، هانتوما 8 البيضات بسم الله يا ربي، جوج ثلاثة أربعة تيدي أربعة دابا أخرى غتبلي، خمسة ستة سبعة ثمانية، صافي غادي نكتبها من هنا غادي نبداو من الملحه يا البنات. السر ديال الفقاس ديروا معلقه كبيره ديال الملحه، انتم السر ديال الفقاس هو الملحه. ندوزو اللوز، انا راه قطعت اللوز هنايا وجبتو، انا غنزيد ليه شويه، ندير ربع كبيره ديال اللوز، ربعة كبيرة اللي هما جوج كيسان ديال جوج كيسان ديال العلبة. عندي قياس ديال المهم الزرع، قياس اللي بغيتو، كاين اللوز ديرو نتوما قياس اللي بغيتو البنات. عندي زلافة ديال السند، انا كلشي هنا درتو في هذا السطيلات، السطيلات راكم عارفين دابا انا كنخدم هنايا، ما ضروري كلشي يتسد كلشي. هانتوما زلافة ديال سنيده، غنزيدو صافي كيسان، غنزيد كيسان سنيده وجوج كيسان زيت، انا كنعبر بزلافة، وغندير كاس ديال ما زهر، كاس ديال ما زهر، هانتوما البنات كاس ما زهر. ودابا غادي نحط هاد الشيء، غنخلي ليا الطبله باش ان شاء الله نبدا معكم. هنا البنات درت صفر ديال البيض، جوج ديال صفر ديال البيض، ودرت واحد البيضه كامله، غنخليها طبقه ليا ندير فيها القرفة. ويلي على القرفة يا البنات، غندير فيها نيسكافي، وغندير فيها شويه ديال
الخل. الخل والبنات حتى الفقاس كندير فيه الخل، الخل كيخليه طالع واحد شويه. انتم قياس معلقه الى البنات نجلس ما نحرك حتى نزيد كلشي. عندي هنايا جوج معالق، جوج خمارات ديال الحلوه غنديرهم من هنا من الفوق. نشوف فاش نخوينا. بسم الله يا ربي، بسم الله بسم الله. حركوا دابا الخليط ديالنا البنات، الفقاس تبعوا الطريقه ديالي البنات، كيجي واعر وناجح 100%. قاس باللوز، اللوز ما كنرقدوش كنقطعو، هو صاين هو قاس، ما كان نرقدوش البنات. صافي نحركو حتى يتخلط لينا الخليط ويذوب لينا سنيده البنات، وصافي غادي نعملو الطحين ديالنا. الطحين على حسب الخليط، غنخليو شويه قاسح، مرطب ما قاسح، مهم. بسم الله طحينا. انتما البنات غيقبلوا غير نسيمه الاريتاج اللي كتصورني، نسيمه ما كايناش مشات للسوار، قبلوا على التصوير ديال هاد الريتاج هادي. انتما البنات والفقاس كيبغي الفران بارده البنات، ما ديروش في الفران سخون. ها الطحين ما كنعبرش البنات، مهم كيلو، كاين طحين اللي كيشرب كاين طحين اللي ما كيشربش. انا كنخدم ببيرلا، دائما كنقول لكم بيرلا الزرقاء ديال الحلوه ماشي الحمراء. نتوما حاولوا نجمعوا بلا ما ندلكوه باش ما يتجعبليناش. نتوما البنات خاصني شوي ديال الطحين نزيد، وبقاو معايا ان شاء الله حتى نجمع الخليط ديالي ونعاود نرجع للبريوات. مازال البريوات كيطلبوهم الناس البنات، راني كنعجن الفقاس هنا لويت البريوات. هانتوما بدي شوفوا البلاطو، وهنايا غنديروهم ان شاء الله باش يباتوا. شوفوا اللون ديالهم تبارك الله ما شاء الله، ديري العسل، غنخليوهم يباتوا في العسل حتى الصباح ان شاء الله. هادو طالبين هما البنات بريوات بريستيج في الكوي، عطاتو باللوز كل كاسي. ايوا ان شاء الله نخليهم يباتوا في هذا، عاد نصر غدا ان شاء الله عاد نهزهم. دابا غندير واحد خمسة د العجنات ولا ستة ديال الفقاس. صافي ان شاء الله. صافي حيدي الخليط ديالنا، كنخليه شويه قاس البنات هانتوما باش الفقاس يطلع لينا. ان شاء الله غادي ندهنو الطبلة ديالنا وغنحطو الخليط ديالنا فيه. البنات كل بيضه درنا 8 د البيضات غنديروا 8 د الكرات، درنا 7 غنديروا 7، درنا 6 غنديروا 6، انا درت 8 د البيضات غندير 8 ديال الكرات، 2 4 6 ها 8 غنريقلهم. ثم المهم كنريقلهم شي حاجه الا خاص. صافي البنات غادي نتوما البنات غير على حسابكم درت هاد العجنه، درت واحد العجنه وما راه غندير جوج عجنات حتى ثلاثه كنرونهم كنخلطهم فواحد الخطره. نتوما عندي اللاطه هنا انا صايبتها، نتوما نديرو
الا خصها شي حاجه نزيدو لها. المهم حنا كنوريو وحنا كنقدو من الجناب. كاين الفقاس هو الاخر، كاين اللي ما كيستقلهش على البنات، والله العظيم الا شحال من وحده كتقول لي ما كيستقليهش الفقاسه ملكه، ديري كاس د الماء ولا كاس د ما زهر باش كيجي الوجه ديالو ملس، ما كيجيش داك الوجه ديالو حرش. وديري معلقه ديال الخل، الخل كتخليه هشيش وكطلعو انتما تبارك الله. المهم خواتاتي كنشارك معكم داك الشيء اللي كندير، ها انتما كلشي قدامكم. يلا بقاو معايا ندير نصايب هاد الباكيطات هادو ونعاود نرجع مع قديت الباكيطات ديالي حطيتهم. وهنايا درت كما شفتوا نسكافي والخل والبيض، نسكافي هنا والبيض وشويه الخل وغندهنو. واخا شي تتهرسات ليا ماشي مشكل، مسالياش نخرج نشريها. مزيان بغا يدير الكاكاو يديرو كاكاو مع الماء يديرو، انا كندير غير صافي غادي نزيد في الشيطه. وصافي دابا عاد نشعل الفران دابا ونقصو ونخليه يطيب غير بشويه باش نعاود العجينات اخرين عاوتاني. يلا البنات بقاو معايا ما تمشيو فيه. القاس ديالي هو طاب تبارك الله ما شاء الله. يا البنات شوفوا تبارك الله، انتما تبارك الله شوفوا شوفوا تبارك الله. واخا ليا مشى ليا المقطع فاش كنت كنقطعو معكم ما ضاع منو حتى حاجه البنات، ولاني مشى ليا داك التمحه ليا مسحو ليا احمد. وشوفوا تبارك الله كي جا انتما، ماشي غير هاد البانيورا دارت هنا شي سبعه د الاجناس. المهم هما عاوتاني البنات هاو بانيو اخر عاوتاني. دابا عاد نجلس ان شاء الله بقى نعبر للناس نسالي الحلوه باش نعبر. انتما تبارك الله طيب على حقو طريقو البنات، والله العظيم الا جربوا الطريقه ديالي في الفقاس كتعجبكم بزاف بزاف وكتحمق ما نكذبش عليكم كتحمق والله الا الفقاس كيجي يا سلام كيجي ناجح 100% ومقرمش وما عندي ما نقول. تبعوا الطريقه ديالي من الاول حتى الاخير غتعجبكم بزاف والله ما تستغناو على الفقاس ديالي. شوفوا كي منس ليه الوجه، شوفوا اللوز بلا ما ترقدوه بلا والو افرقوه من النص كتجي اللوزه نتوما، كيجي اللوز مزلع فيها نتوما. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديالي وين الاعجاب ديالكم. وان شاء الله بزاف ديال البنات كيطلبوا مني البهله، انا ان شاء الله غندير معكم البهله الطريقه ديالي في البهله اللي كتجي ناجحه 100%. ونتمنى من الجميع يجرب الطريقه ديالي البنات، والله العظيم الى الطريقه ديالي بسيطه وكتنجح 100%. اللي ما بغاش يدير اللوز ما يديروش، يدير غير الزرع ولاني انا كندير الزرع وكندير اللوز باش كيكون اللوغو في الفقاس واعر، والله العظيم الا اللوغو ديالو واعر هانتوما. واللوز كنفرق غير اللوزه من الوسط ما كنرقدها في الماء ما والو، كاينين الناس اللي كيرقدوه في الماء فاش كتجيو تقطعو كطير القشره وما ترقدوش في الماء باش كتبقى ديك القشره كتعطي كيجي لاوي بصح هانتوما شفتو تبارك الله كيبقى مقرمش بقى مقرمش. الا عطاتو الكاميرا حقو في التصوير راه ما نقول لكمش على في الواقع كيبان محمر وفي الكاميرا كيبان ما محمرش مزيان، ما محمرش مزيان ايوا لا لا محمر محمر هانتوما المتتبعين شتي. والله العظيم سمحوا لي راني ما بغيتش نبان لكم راكم راني مرونه بالطحين وما عندي ما نقول لكم، راكم عارفين الناس اللي كيخدموا الحلوه
التصوير خصو تبدل دائما. انا ما سالياش بدل هادي بدل هادي، قررت نبين لكم غير الحلوه. المهم تبعوا الطريقه ديالي البنات من الاول حتى الاخير، غتعجبكم بزاف. والحمد لله بهذا الشتي اللي عطانا الله، وتسناو فيديو اخر ان شاء الله. داكشي اللي درت الحلوه غنرميو ان شاء الله، ما بقى والو للعيد. غنكوموندات واخا دابا راه بديت الكوموند شحال هذه من قبل 15، ولكن ما كنلقاش لي صورني البنات. والله العظيم الا شحال من حاجه درتها ما صورتهاش معكم، بالحكم ما كاينش لي صورني. ودابا ان شاء الله يا البنات هذا هو الفيديو ديال الفقاس، نتمنى يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وتسناو فيديو اخر ان شاء الله.